بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المشاهدون، عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى التي تتابع دائما أحداث هذه الرياضة والأحداث الرياضية المقامة هنا في دولة الإمارات، وهنا أيضا القنوات الرياضية الناقلة لهذه الأحداث وهذه الجائزة الكبيرة وهذه المكرمة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي. وعلى هذا التجمع الكبير وعلى هذه المشاركات الكبيرة من أبناء دول مجلس التعاون، ننطلق على بركة الله مع شوطنا، شوطنا الثاني عشر، والجعدان المهجنات هنا أفضل توقيت زمني سجل في هذا اليوم الغربية. زايد بن محمد بن زايد المنصوري 7 دقائق 42 ثانية، 6 أجزاء من الثانية هو التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظة. ننطلق مع المقدمة ومع الصدارة، نتابع براق على مقدمة الشوط، محمد بن حمد، محمد بن أحمد السوداني على مقدمة الشوط المركز الثاني، سعيد بن حمد بالعكوي العامري يتواجد مع شاهين مع ثاني المراكز، ثالث المراكز هنا في ثالث المراكز صوغان مبارك بالرملي العامري، والتغيير على ثالث المراكز والتواجد لصوغان أيضا مبارك بن محمد المزروعي على ثالث المراكز، المركز الرابع يحمل الرقم 81 هنا ويتواجد براق سعيد بن حارب العميمي، خامس المراكز ينتقل من يحمل الرقم 70 ويتواجد هنا في هذه اللحظة. يحمل الرقم 70 غير مدون، المركز السادس، المركز السادس، المركز السادس. إذن خامس المراكز شاهين حمد بن عبد الله بن مبخوت العامري، وسادس المراكز هنا المنتقل شاهين محمد بن سالم العامري، المركز السابع، المركز السابع الانتقال للغزال حمدان بن محمد بن راشد بن غدير ينتقل مع الغزال إلى سابع المراكز، المركز الثامن، المركز الثامن يحمل الرقم 50 الفاتن عبد الله بن محمد بن. إذن الفاتن في ثامن المراكز، عبد الله بن محمد بن حمادية بن سويلم المركز التاسع، المركز التاسع براق محمد بن أحمد السوداني، وعاشر المراكز يصل في هذه اللحظة، عاشر المراكز صوغان مبارك بالرملي العامري. إذن هذه الأسماء المتواجدة، هذه النداء، نداء الأول لأول انطلاقة لهذا الشوط، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. المقدمة شديد، شديد غير على مقدمة الشوط، شديد أحمد بن عبد الله السوداني يغير وينتقل إلى مقدمة الشوط، ينتقل على الصدارة وعلى المقدمة في هذه اللحظات، يا سلام. إذن شديد على المقدمة في موقع الشدة، في موقع الصدارة، في موقع التحدي، في موقع الناموس، في الموقع الذي يرغب فيه جميع المشاركين، موقع المركز الأول، موقع الصدارة، موقع الناموس. هنا يتربع شديد وينطلق أحمد بن عبد الله السوداني المتابع لانطلاقة شديد، المركز الثاني وصل بن غدير مع ثاني المراكز، الغزال حمدان بن محمد بن راشد بن غدير مع ثاني المراكز، مع الغزال المركز الثالث يتواجد براق عبد الله بن مصلح بالحطم العامري مع ثالث المراكز، المركز الرابع، المركز الرابع متعب أحمد بن عبيد بن يزرب العامري، المركز الخامس هنا صوغان مبارك بن محمد المزروعي، وسادس المراكز أنتقل أشوف سادس المراكز الفاتن عبد الله بن محمد بن حمادية بن سويلم المركز السابع، ومن غير إلى سادس المراكز شعار بن رشيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد مع هذه اللحظات ينتقل إلى خامس المراكز أيضا، المركز السابع، المركز السابع مداهم ناصر بن سالم بن دلهمر الهاجري، المركز الثامن، المركز الثامن هنا مياس محمد بن حمد
بن محمد الوهيبي وتاسع المراكز يبقى صوغان مبارك بن محمد المزروعي، وعاشر المراكز يتواجد صوغان مبارك بالرملي العامري. غير الغزال، انتقل الغزال، انطلق الغزال، الغزال على المقدمة، الغزال على صدارة الشوط، الغزال حمدان بن محمد بن راشد بن غدير ينتقل إلى مقدمة الشوط المركز الثاني. مياس محمد بن حمد بن محمد الوهيبي مع ثاني المراكز ثالث المراكز ينطلق متعب أحمد بن عبيد بن يزرب العامري، وانطلق بالرشيد انطلق مع شاهين محمد بن علي بن سلطان بن رشيد، ولكن الغزال حمدان بن محمد بن راشد بن غدير ينطلق، الله انطلاقة الفوز حتى هذه اللحظة، والخطورة من بن رشيد، الخطورة من شاهين محمد بن علي بن سلطان بن رشيد، دكتور الأصالة مع ثاني المراكز، يا سلام، والغزال انطلق، الغزال والشاهين حمدان بن محمد بن راشد بن غدير ومحمد بن علي بن سلطان بن رشيد، الناموس لمن الفوز في هذا الشوط لمن؟ هنا بن رشيد وبن غدير، بن رشيد وبن غدير، يا سلام، اعلن بن غدير الفوز، بن غدير الناموس لبن غدير، تهانينا والناموس لحمدان بن محمد بن راشد بن غدير على فوز الغزال بالمركز الاول. المركز الثاني شاهين محمد بن علي بن سلطان بن رشيد، المركز الثالث وصل فيه ثالث المراكز مياس محمد بن حمد بن محمد الوهيبي، المركز الرابع متعب أحمد بن عبيد بن يزرب العامري، المركز الخامس وصل في خامس المراكز هنا من يحمل الرقم 53 غير مدون. أهني بن غدير، أهني مالك الغزال حمدان بن محمد بن راشد بن غدير، وهذا الغزال ووصول الغزال إلى خط النهاية بعد منافسة قوية مع شعار بن رشيد أعلن الفوز الغزال، تهانينا والناموس على هذا الفوز. 7:47 توقيت الغزال غير واضح، توقيت الغزال مخرجنا وسام الهواري، توقيت الغزال صاحب المركز الأول